ايش بنت حمد بن عثمان بن محمود المرزوقي. انت اخت سيد الرئيس؟ اي راض عن وخيط الحنانة سيد وسيدي ذر العم شقة. سيد الرئيس كي جلدوز شافك ولا؟ يا لا تحضرني من بكري يسلم علي. من بكري من الجيل فوق من جبارة قدام محد حطات الكرب. سلم عليك. سلم علي قال لي عيش عرضني نصر ولا لي يشبح فيك. تذكري برشا ايامات مع سيد الرئيس؟ انا من عمرون مني عمرون جهني جيت بعثني والدار اني كنت في التطويل بعثني النهارين قال يقول لي جي عندي حجيج عنده من عمرو الفوطان وعندي حجيج عندي وحتى تجي الزهرة تجي خديجة قداه خواطر اللي حتى شو تقولي له سيد الرئيس انت تو؟ يعني شو تقولي له؟ تناشب حتى نقول على وطاية ومكتوبة ثاني في بطماطة في الحشان بتاعت العسكر باش يعطيني السكنة. ما عندك سكنة انت؟ لا والله ما نكتابة. وين تسكني بالضبط؟ نسكن هني ها فولة سن. يعني تسكني في الصحراء هني؟ لا لا فولة سن ما عاد هني أربع. لاباس عندك عندك الماء وعندك الضوء لاباس. والله ما نكتابة. ما عندك كل المطرح لا ذول لا ذول مي والله ساكنه في الدوار ولد خويا هجرني منها عندي جعة هيا والله علمه بيا حتى هو يقول علمه بيا علمه قول لاختك عايشه قول لك المقبوبه